من الناس. الرسالة التالية: زوجي شغال حداد ولحام، وجهه أحمر وعامل قشرة ونمش جامد. حاجتين هيعملهم، الفازلين والجليسرين، يحاول على قدر الإمكان من الليل إلى الصباح على الوجه دهان فازلين وجليسرين بكميات متساوية. دي أول حاجة. الحاجة التانية، الماسك اللي احنا قلنا عليه قبل كده، هو ماسك ماء الورد بالنشا، هيوضع على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بعد ذلك بماء دافئ ويمسح الوجه بقطعة من القطن المبللة بماء الورد. هيعمل الماسك دوت مرتين أسبوعيا علشان نقلل على قدر الإمكان من حساسية البشرة.